السلام عليكم. وعليكم السلام. كل شوية. الحمد لله. أه؟ بقى عندك مازال. باقي الحديث في الدار. مازال. الحمد لله وشكر لله. إذا مشاهدي جارية عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من جماعة الدار العامري إقليم سيدي سليمان. تواصل معنا هذا الشخص اللي كان في واحد الوقيته سائق ديال رافعة الأثقال أو القروة، بعد حادثة الشغل اللي طاح من 4 متاج. اليوم كما كتشوفوا معاق. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. السيد الله العظيم، هذه القصة مؤثرة. غادي نسمع من عنده غادي شنو وقع له وشنو كيطلب من هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيداير خويا؟ لاباس الحمد لله بخير. تواصلت معايا دي تقريبا شي 20 يوم. تقريبا خويا حسن، وكنت تواصلت معك على أساس أن باش نخدم ندبر شي خدمة ولا شي مشروع، ولكني كان خرج لي واحد العائق آخر اللي هو الحديد في الدار. اوبيراسيون كنت درتها بسبب حديده الشغل لمده ديال 11 عام دابا. عاود القصه مال نعاودها. المده ديال 11 عام دابا باش وقعت لي حديده الشغل. كنت بحالي بحال جميع الشباب كنقرا، خرجت من القرايه مشيت نخدم كما نقولوا انا هو الكبير في الدار، يعني مشيت نخدم عن اساس باش نوفر شي حوايج ليا والوالدية. لكن قدر الله ما شاء فعل، تعرضت للحادثه، طحت من العماره من 4 متاج اللي شنقول لكم قسما بالله لا حتى شي واحد مصدق انه اني باقي حي. والحمد لله والشكر لله كان منحني الله سبحانه وتعالى واحد الفرصه اخرى اللي هي هذه. من بعد دابا من 2013 لدابا يعني 11 عام حمدت الله وشكرته. كنت خدام بثمن رمزي وقليل ولكني كانت فيه البركه، وبحكم كما نقولوا الظروف والمعاش حتى الوالدين اللي غيوفروا لك واحد الحوايج اللي بغيتي انت في داك اللاج هذاك ما كانش عندهم الله يحسن العوان. قلت اختاريت ان نخرج بحكم ان الشباب كنعرف انا قبل مني خرجوا تماما من الدراسه او كاين اللي ما قراش كاع وخرج حتى هو كيجيب طرف ديال الخبز معاش اليومي. فانا خرجت بحالي بحال مهزاتني النفس وخرجت. قدر الله ما شاء فعل، الا كنت كنزيد شي حرف ربي فوق مني سبحانه وتعالى. هذيك الساعات كانت وقعت لي حادثه، تكسرت من الظهر ديالي، نزيف داخلي في مستوى الكرش. المهم لا اله الا محمد رسول الله وكل شيء باين وواضح، لا اله الا محمد رسول الله. داروا لي الحديد، وهذاك الحديد راه ما غيحس به غير اللي عنده، يا سوا في رجله سوا في يده سوا في كتفه. مي انا جاني في ظهري، اقسم لكم برب الكعبه كون جاني في يدي ولا في رجلي تنحيدها بسبب هذا الحريق هذا، والله تنحيدو. ولكني جاني في ظهري ما عندي ما ندير وما عرفتش ندير. والحاجه الوحيده اللي بانت ليا والواحد هو الله سبحانه وتعالى، هو نتوجه للناس اللي بغى يرفع عليا ولا ماشي تعطينيش ما تعطينيش. كان ما نسمحلكش الا صيفطي لي شي درهم، وما نسمحلكش وما نعطيكش رقم حساب وما نعطيكش البطاقه الوطنيه. انا كنقول لك بارطاجي هذا الفيديو، على وعسى نطيح في يد شي محسنين ولا في يد شي طبيب كيبغي الخير يحيد لي غير الحديد اللي في ظهري. حق لا اله الا الله محمد رسول الله الى هذه 20 يوم، وربي اللي شاهد على الحريق اللي كنمر منه. راه ما قديش وما عندي حتى اللي يكون معايا، ما عنديش، عندي امي مسكينه الله يسمحنا موالدين 13 عام هذه 11 عام هذه وهي هزه الحمل. هذا الشيء ديال المرض، فما بالك راه هزه حمل ثقيل اكثر من هذا الشيء. فما بالكم انا هو الكبير في خوتي، خوتي كل شيء صغير. الحق لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما طالب حتى شي حاجه قسما بالله، حتى انا ما طالب والو، طالب فقط نحيد الحديد اللي في ظهري. وحق لا اله الا الله محمد رسول الله. ها الشانطيو ديال العمليه الكرش، ها هو الصمطه، ها الشانطيو ديال عمليه الكرش. بارطاجي بارطاجي. مازال اللي شتي الا شتي في ظهري غتخلع. حق لا اله الا الله، وشتي ظهري حتى تخلع. اما الا شتي كرشي وداير على الصمطه مكالي بها ظهري، الحمد لله والشكر لله، راه الناس كيعرفوني كنحمد الله. ونزيدكم واحد المعلومه بالنسبه للناس اللي كيعرفوني، وحق لا اله الا الله لا عم درق مر الحريق بهذا المظهر هذا وبهذه الابتسامه اللي كتشوفون عليها. وحق لا اله الا الله لا مدرق عم الحريق، عم درق حق لا اله الا الله لا مدرق بالحريق، مدرق بالنبوله شرف الله وقدركم، مدرق. عاد تخيل معايا انت كانسان، تخيلها كانسان معاق في هذه الحاله، اقسم بالله هذه الرجل ما حركتيها بيدك، ما تحرك بلاتي واحد القضيه. تخيل معايا اخويا حسن، انت اللي حاضر، تخيل معايا ودابا جرب من هنا لهنا. حق لا اله الا جبد الموس دابا وقطع من هنا، يمكنش لي يحس بك دابا جبد الموس لدرجه النمل، درجه حق لا اله الا واحد النار كلاني النمل كلاني رجليا، والله ما حسيت به ولا شفته ولا تسوق له. عير هذه القضيه ديال باش ما تحش، سد الموس دابا وقطع هنا وما نحش بك، ورجلي ما بقاتش على حسابي، هذه ولا هذه ما بقاتش على حسابي.
وباش تشيل الطواليط تشرفها الله وقدركم. دابا هاد الحاله هادي دابا حاليا الا جاتني طواليط تشرفها الله وقدركم كي غندير؟ كندير على حوايجي. كي غندير؟ لا غندير على حوايجي. كي غندير؟ ما عندي كي ندير. لا حول ولا قوه الا بالله. ربي اللي ابتلاني بهذا الوضع، ربي سبحانه وتعالى هو اللي غيسخر لي باش نحيد هذا الشيء من داري. فقط انا باغي نخدم، ما كنسعى حتى واحد، وراه الناس كيعرفوني، ما عمري ما ديت لدي شي واحد. انا باغي نخدم، باغي انا نصور طرف ديال الخبز الان واخا الاعاقه، باغي نخدم بحكم هذه الاله هذه، نمشي نخدم. انا ما كراش اللي خدمني يدير لي 50 درهم في السيمانه. عباد الله 50 درهم نشري بها باكيه ليكوش في السيمانه. تصور لدرجه انا ما كنطيحش بالصالير ديال الناس، ولكن انا كنطلب غير 50 درهم في السيمانه. اللي قادر يخدمني ب 50 درهم في السيمانه انا نعطيه التليفون ديالي يعيط ليا، واللي قادر اللي ما قادرش يدعي معايا دعوه الخير. دعوه فقط، هذيك الدعوه ديال الخير تقدر تكون سبب عف تهديل الحرق، تهديل الالم فقط. واخا ما يكتبش نحيدو، الا دعيتي معايا انت وانت 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 يقدر يتهدن عليا الحرق. ما هاد الحاله ما كنبغيها حتى واحد. واللي شافني على المظهر ديالي ولا شافني ولا حسدني ولا قال هاد السيد هذا راه كيسعى وكيطلب، نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيه يومين من حالتي. والله لا قديتي عليها يومين من هاد الوضع هذا، واقسم لك برب الكعبه الا قديتي عليه. راه ماشي ضروري نبكي ولا نخرج الدموع ولا راه الالم عالم بها الله سبحانه وتعالى بوحده. ربي سبحانه وتعالى اللي عالم بهذا الالم. نطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا انتوما سبب في تهدين هذا الحرق هذا، وتكونوا انتوما سبب في ازاله هذه العمليه. تحديد 11 عام راه ما ساهلش، اقسم بالله 11 عام حق لا اله الا الله. تصور الناس داروا حديد اي عام، عام ونص، وكلاو الدق، فما بالك اللي دايروا انا من 2013 11 عام حق لا اله الا الله. دايروا نهار 11 في شهر 11 2013 الان او نهار 10 عفوا في شهر نهار 10 في شهر 11 2013، الان هو باقي في دار. كيفاش كدير تنعس؟ كيفاش كدير؟ اقسم لك بالله ما عنديش تعبير، والله ما عندي تعبير على كيفاش غنعس وكيفاش غنفيق وكيفاش غنجلس وكيفاش غنمشي للطواليط وكيفاش غنوض وكيفاش غنلبس حوايجي وتماره. تصور دابا انت لا بغيتي تخرج، دابا الماكسيموم ديال الوقت لا بغيتي تلبس حوايجك وتخرج، شحال تقدر دير ديال الوقت؟ شحال تقدر دير اخويا عازم؟ نص ساعه. ها؟ نص ساعه بالتوتال بكل شيء، بالمشيط بالدقاد بالريحه بالدوش بكل شيء. انا اقسم لكم بالله ما كانت ساعه ونص ولا ساعه ايما نخرج. دويت الهرس الاربعه ديال الهرس 13. جربتي ولا لا؟ اقسم بالله العلي العظيم ايما كانت ساعه ونص ساعه ايما نخرج. حكم هز حط، والا الا كان شي واحد، والا ما كان حتى واحد راه ما غنخرج. الا ما كانش اللي مد ليا واللي عاون. كيفاش كدير؟ واحد الكلمة نوصلها للجميع اللي باقي عنده مهمته، احمد الله وشكروا عليها. انا راه أول حاجة لقيتها بجنبي هي أمي اللي باقي عنده أمه تهلا فيها، احمد الله وشكروا عليها. راه والله ما تلقى لا صاحبك، خوك تقدر تلقاه، ولكن راه غتلقاه واحد المدة قصيرة. أختك تقدر تلقاه ولكن تلقاه واحد المدة قصيرة. أمي كنقول لك أمي راه نعطيك ما تبقى في صحتي ونبقى على بلاش. انا امي هي اللي في راس مالي دابا، وبا مسكين راه كيلقى الطاف ديال الخبز حتى هو. تنقول لك ابا اسمح لي، راه بدلتي لي كوش، اسمح لي عذبتك، واسمح لي امي تنجي اسمحي لي، وتنطلب السماحه من الجميع اللي قلت له شي كلمه وما عجباتوش. رانا بلا واعي، وعذروني انني رانا مريض ونقص عندي، كنت صحه سلام. وراكم عارف الانسان من تيكون صحيح ما بين الليله وضحاها كيولي في اعاقه. هذا ربح من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يسهل على الجميع، والله يرحمكم الوالدين. عفوا بعدا كيفاش هذا الموتور؟ شكون اللي عطاك هذا الموتور؟ هذا ما بغاوش يتعرفوا. الاسماء بلا ما تقولوا. ما بغاوش. شافوك الحاله. اي ما بغاوش يتعرفوا. هادشي اللي عطا الله. وتيسولوني ناس يقولوا لي كيفاش كتنعس بعدا وكيفاش تفيق؟ كيفاش كدوز النهار ديالك بهذا الحريق الحديد مور دارك؟ انا دابا مؤخرا مابقاش عندي نهار، ولات عندي من الخمسة العشية للعشرة ديال، مابقاش عندي نهار، اقسم بالله ما تنخرجش. والله ما تنخرج، راه امي شاهدة على هادشي وخوتي، وراه حتى الجيران شاهدين على هادشي، ما كنخرجش. الناس اللي كيعرفوني الا كانوا شافوني الصباحة هما وجهي او جاكم. دابا أكثر من 20 يوم وأنا كنخرج حتى للخمسة العشية. حتى 10 الليل ولا 11 ندخل في حالي، ما بقيتش نعرف الصباح شنو هو. ما نقدرش. فين عندك تحديد في الدار؟
لو كان خلال الفتح لا لو كان قديت نوريكم نوريكم ولا نقدر نوريكم في الصوره يدي عندك في السنسو ولا عندك في الدار في عمود الفقاري عمود الفقاري الكولون في عمود الفقاري واخا شنو قال لك التروماتو شنو قال لك ديال العظم راه داير عليه واحد شنو قال لك التروماتو شنو قال لك انا راه عندي واحد اللي دار لي عمليه ما عمرو قال لي شي كلمه ما عرفت واش مات ولا باقي حي ولا دار عند كونترول واحد كونترول واحد 11 عام وانت عندك الحديد في الدار 11 عام والحديد في الدار انا كونترول واحد اللي درت ما فوقاش تحيدوه ما عطانيش وكونترول واحد من بعد العمليه دابا 10 سنين ما رجعتش عنده ما شتوش واش حي ولا ميت لا تليفون في الرباط ما عرفش ما تعرضت للحادثه انت في الناظور في الناظور ايه ما عرفش من المسح جي لقمه العيش مشيتي تخدم فقط انت كشاب فقط مشيتي انت كتصدق راسك كيعرفوني ما كان قمر ما كان دي ديال الناس ما كان حتى حاجه مشيت صحيح مشيت صحيح وجيت ومشيت وجيت ومشيت وجيت واحد النهار حتى شيت في الامبيرونس ما عولش عليها وما عمري عولت عليها وما عمري احتقرت شي اونديكابي ولا شي واحد عنده اعاقه ما عمري احتقرته ما عمري شفت فيه بنقص ولكني واكثر حاجه اكثر حاجه كنت نخاف عليها هي الناس مع كانت عندي واحد المسؤوليه انني كان انا هو اللي كان كيدي وكان اثقال كان عندي واحد المسؤوليه خايبه كنت نخاف على اكثر الناس كنت نخاف على الناس بولادهم حق لا اله الا الله تنخاف لنقيثو انا حمدت الله وشكرته ملي جات فيا ما جات في شي واحد ونشوفو كنت تكون جات في شي واحد وبقيت نشوفو كاعاقه ما قدرتش تحمل ما نعيش ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش حمدت الله وشكرته ملي جات عافية انا ما جات حتى في واحد اكثر حاجه كنت نخاف عليها هي الناس بولادهم خدام على الاولاد كاين اللي خدام على اربعه اسر كاين اللي خدام على خمسه كاين اللي خدام على اسره كل واحد على ما خدام انا كنت خدام على راسي فقط حتى الوالدين مساكن راه ما كانوا هاز راسهم صراحه انا كنت خدام على راسي وما كانوش يبغوني كنت يقولوا لي كون على راجل دابا دابا امي وبا تيقولوا لي كون على راجل يعني كون انت لا كفيتي راسك انت ما عندهم ما يعطيوني راه كلشي تعرف والدين ما عندهم ما يعطيوني ما عندهم ما يعطيوني مساكن الوالده والوالد اللي كيشوفك في هذه الحاله كدير داك الشيء ما كان شوف نقول لك واحد الحاجه خويا حسن تنتالم وما بغيتش نقولها حقاش عرفت واحد المعلومه انك لا تالمتي انت مره كان لا تالمت انا تتالم امي جوج تالم با جوج ما تقدرش نقول لهم الالم العذاب الشديد الذي لا يعلمه الا الله ولا يخففه الا الله ولا يشفيني الا الله تندير حتى حاجه فقط تنطلب الله سبحانه شي عليه يخفف عليا ما تنبغيش نقول لها امي راه ضرني ولا كان شي مرات كنقول لها امي راه حسيت بالحراق كتقول لي الله يشافيك صافي كتقول لي يا ولدي دابا الله يشافيك الله يجيب الله يجيب الله يجيب اول حاجه خاصني التنقل خاصني يكون معايا وما بقاش اللي يكون معايا دابا ما كاينش ما كاينش باش نكونوا واقعيين من غير الله سبحانه وتعالى ما كاينش خويا خدام مسكين تا هو الله يسهل عليه خواتاتي تيقراو صغار ما كاينش راك كلشي تعرفني ما كاينش اللي يوقف معايا صاحبي راه ما يوقفش معاك كيما شايبات معاك صاحبي كيقدر يمشي معاك ليله وانا كاع بغيت نبات تما ولا غدا نمشي ولا غدا نمشي ما كاينش ما كاينش كاين الله بوحدو شي جمعيات يا شي جربت هاد الجمعيات هذه هما هذه هي الحاجه الوحيده وهذه هي النقطه اللي ضرتني بزاف ان مشيت دقيت بيبان ديال الجمعيات كياخذوا منك الوثائق وانا واحد من واحد النوع اللي ما كنثقش ما بقيتش كنثق في الجمعيات كياخذوا منك الوثائق فوالا كياخذوا منك الوثائق على كرسي متحرك تصور على كرسي عادي ماشي متحرك كهربائي كرسي عادي جوج رويض بيدار بيدر بيدك وحق لا اله الا الله سنيت عليه وما خديتوش من الجمعيه سنيت عليه دابا بقى عندي الوثيقه لو كان كنت حدا الدار ولا تنوري وما ما تسلمتوش وسرير سرير طبي سنيت عليه ودير لي داير لي بان خصك تردو واخا وما تسلمتوش هذاك السرير اللي كان عندك خشب درت واحد النداء اه وعطيتي لواحد السيد اي هذاك طابي ميديكال عاودنا هي هذيك طابي ميديكال هذيك هذه شفتها شي سنتين ياك اه هذا محسن مشيت زرته مسكين الله يشافيه هو الاول علاش حسيت به ما نكذبش عليك راه شكون يحس بك راه اللي في نفس الوضع انا مازال انا كنتحرك يديا وكنحرك رجليا وهو مسكين ما كيتحركش مره ما كيتحركش حسيت به الله يشافيه مسكين ويعافيه هو راه حاله كثار مني والله يكون معاه والحمد لله ما عندوش مسكين لا حديد لا والو ما انا كنطلب غير الحديد انت دابا باغي تحيد الحديد فقط ما عرفتيش التكاليف ديال الحديد شحال كتحيد القليله هي خصني نمشي بعد اول حاجه خصني على الاقل واحد 50000 ريال 50000 عاد نمشي نبدا ندوز ندير سكانير عاد باش نفتح سكانير ونشوف ظهري ونشوف الحديد ونشوف النوع ديال الحديد ونشوف النوع ديال العمليه وراه انت عارف هذه البدايه كي دايره عاد استشاره طبيه ب 200 درهم
استشاره باش تسولو تقول له راه عندي حديد في ظهري 200 درهم. اه ماشي غير ما امو ما دابا خداماش ما خدامه ما ما, ما مدير. انا ما داير لا امو ولا حتى شي حاجه ما داير والو باش نكونوا واقعيين وما داير حتى حاجه. حتى الدعم ديال 10000 والله ما مستفد منه انا ما دايروش قسما بالله. ولكن لكن عدي واحد عزة نفس ولكني غلبني الوضع القدر قهرني الحديد القدر واللي ما حش بهذا الشيء اللي ما حش بهذا الشيء ما غي راه كل انسان مرجف دابا 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 شتي دابا لان شاف في مقتضى العمر هذا قدر الله مشيتي باش تخدم على والديك فقط لقمه العيش فقط فقط ما ساهلاش 11 عام والحمد لله حسبها بالاصبع برؤوس اصابع حسبها اقول لك حسبها بالاصابع برؤوس اصابع من 2013 لدابا شحال تقريبا 4000 في يوم دابا اه من يا الله من حسب من 2013 الان اه ما سهلاش عام 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 ما سهلش عام عامين ما خرجتش عامين ما شفت الشمس عامين اقسم بالله 2013 و 2014 ما شفت الشمس كي دايره من البياص للترويض من الترويض للبياص من البياص لومبيروس اللي كانت كديني كديني على طريح فراش الموت وكتجيبني على طريح فراش الموت وعاد القصص ديال النبوله ما نعاودلكش عليها انا كنت داير تيو والله نجي نوجيك وهذاك التيو كان تيتبلوكا عاد القصص ديال النبوله النبوله راه لا حول ولا قوه الا بالله عذباتني حتى هي محناتني طلبوا الله السلامه لي ولجميع المرضى المسلمين. بغيت نقول لخوتك المغاربه الان اللي تيشوفوك والحمد لله احنا المغاربه دائما كنساندوا الاشخاص في هذه الحاله في دواء الاحتياج الخاصه فقط او الناس اللي عندهم الفقر المدقع اللي هما حاله فقط 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 ديال 11 سنه 11 في مكتب العمر فقط الان كيطلب المغاربه شي يحيدوا له الحديد الحديد هذا ضريب فقط كنطلب الله سبحانه وتعالى هو الاول ان يسخر جنوده في الارض باش يحيدوا لي هذا الحديد من ضريب ما يعطينيش درهم نديرو في جيبي حيد لي الحديد اللي في داري كنطلب الله سبحانه وتعالى الا ما كانش غيتحيد الحديد في داري كنطلب غير المشاهدين دعوه ديال الخير في غيابي يتهدن عليا الحريق واللي عطى الله هو هذا والحديد راه واعر في الدار راه بارات ماشي حديد الحمد لله الناس راه دايرينو في رجلهم وعذبهم ودايرهم في يدو وعذبو انا قلت لك لو كان جاني في يدي اقسم بالله تنحيدها بسبب هذا الحريق وكون جاني في يدي اقسم بالله تنحيدها بسبب الحريق واش عارف الحريق علاش تنقول لك نحيدها حقاش واحد الحريق لا يوصف راه ما تنقول لك نحيد رجلي بسبب الحريق راه هذا الحريق لا يوصف فين جا جا في الظهر سنسول عمود الفقاري صبرت 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 عام عامين ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين ولاني هذه المده الاخرى الله ينجينا ونجيك بحال الدرفه بحال دابا 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 حق لا اله الا الله الله يجعل دابا ربي سبحانه وتعالى ياخذ مني الروح الان الا كنت غنكذب ولا ينزل عليا عذابه دابا الا كنت غنكذب دابا دابا شنو هذا دابا يا ربي الا كنت كذبت على شي كلمه نزل عليا العذاب ديالك او سخط منك الا كنت كذبت على الحرق اللي في ظهري حق لا اله الا الله وكنت كذبت دابا ربي نزل عليا العذاب يرقد لي هاد اليدين هادو يرقدوا الا كنت كذبت دابا ربي كنطلبوا يا ربي راه ما يقدرش يرد لي الدعاء كنقول لك يا ربي الا كنت كذبت رقد لي تالي يدين ما نبقاش نتحرك بصفه عامه الا كنت كذبت على شي حاجه في هذا الحريق خصوصا في هذا الحريق اللي في داري والنبوله الا كنت كذبت راه ربي كيشوف من هنا لهنا قطع قسما بالله دابا قدام مشاهدين جيب الشوك ودقوا هنا وحق لا اله الا الله ما غنقول لك اي ولا أح. وجيب جنوي وقطع والله ما نقول لك اي تنقول لك لدرجه واش عارف النمل النمل على قصتك هنا شنو باش تحس النمل كلا لي صبعي رجلي كامله كلا الليل كامل ويا كل وحق لا اله الا الله ما سقطت الخبار حتى الصباح تشتو راه ماشي تشتو ماشي زعما حسيت به عشتو شتعدم مجموع ليا على صباعي لقيت النمل كياكل هذاك الشيء اللي كتب له الله قلت له يا ربي كتبتي لي النمل ياكلني وانا حي الحمد لله قدر الله سبحانه ما شئت فعلت انت اللي قدرتي لي هذا الوضع خليه ياكل مما قدرته له انت والله يدير تو ديال الخير والله يسهل الامور اذا مشاهدي جات عبير الصوره معبره عن الواقع اللي كيعيش سي عزيز الشاب 11 سنه هو تيعاني الله يدير تو ديال الخير في الدار ديالو اليوم كيطالب من الله سبحانه وتعالى مجموع المغاربه سواء داخل المغرب او خارج المغرب باش يتساعدوا معاه الهاتف ديالك اخويا عزيز شنو هو؟ 06 35 54 93 35
عاودة 06 35 54 93 35. الله يجازيكم. بارطاجيو بارطاجيو باش أي واحد اللي ما قدرش يساعده على الأقل يبارطاجي باش تعمل فائدة وباش تعمل خير. وما ضاع مال من صدقة. أي واحد دار شي خير في هاد الساعة زعما بغات ما كيطلبش حاجة، بغا يتحيد هي الحديد من ظهرو ويولي تا هو تيتحرك، لأنه كيعيش العذاب سواء هو أو الوالدين ديالو، والحالة ديالهم حالة مادية تعيش الفقر المدقع. إذا مشاهدي جارة عبير من مدينة سليمان بالضبط بجامعة دار العامري، سميت دوار؟ دوار ولاد بوجنون. دوار ولاد بوجنون. والسي عزيز معروف عند الناس؟ محمد. ها؟ محمد. سي محمد. عفوا ماشي مشكل. محمد. ما بكيتش أخويا، أنا راه ما نقدرش نصبر والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد.